فلاش انفو ترافيك. الفلاش انفو ترافيك حالة الطرقات كيف ما العادة 8:31 دقيقة. نبداو من الكابون على مستوى 77 في مجمل الطرقات تكون متفادية، تنجموا تحركوا بسهولة. ما يبدا الضغط على مستوى بني خيار على الغوت بيريفيريك. بالنسبة لدار شعبين الفهري الضغط يكون بطريقة متفرقة. نابل على مستوى الجرى كيف كيف افنو طيب مهيري وفي اتجاه عين كميشة ويناقاو وخون بوان. الثكنة يكون عليه ضغط كبير. افنو دليل جيزي في نابل سيركولاسيون تكون بطريقة متفرقة. حمامات دخلت 78 كيف كيف على مستوى سنتر فيل كيف كيف جامع الاحسان تور بلو لاغار. هما أهم النقاط اللي تلقاه فيهم تعطيلة. بالنسبة لتركيا في اتجاه غرومبيليا طريق تكون مسرحة، غرومبيليا طريق تتفادى بعض المنطقة الصناعية. الفندق الجديد في اتجاه حي سلتين الضغط يكثر بارابور ل 37 دقيقة. حمام نلفا سيركولاسيون مازالت على حالها. الطريق اللي يربط ما بين زهرة ورادس توا بدات تفيق الحركة المرورية وبدا يكثر الضغط كيف كيف. على مستوى رادس تكون الطريق فيها ضغط يتواصل على مستوى الان ا من مجرين في اتجاه مجرين الرياض والعكس. سيركولاسيون على امتداد الطريق هذه الكل. دخلت تونس العاصمه على مستوى حي النور سيركولاسيون تتواصل حتى الباب عليوه. مختلف طرقات وشوارع تونس العاصمه الضغط كبير عليهم. سيسروحكم كيف كيف بالنسبه لابرز واهم النقاط. بالنسبه للان وي طريق المطار سيركولاسيون تتواصل على امتداد الطريق الكل. في المقابل اتجاه سنتر اوربان نور اللي يربط ما بين المنزه والمنار نلقاو الطريق مسرحه سيركولاسيون تقف عند المنار أ. ومن بعد طريق الكل تكون متفاضية. الدندين اللي كان عليها ضغط كبير توا نلقاو طريق متفاضية. بالنسبة الباردو على البي 5 الضغط يكون على مساوي الغون بوان أكهو. بقية الطرقات تحركوا فيها بسهولة تامة. فلاش انفو ترافيك نواصلوا معكم كالعادة حتى